بركه بركه نكون الوالدين نقيسهم شي كلشي. بسم الكريم بديت والحي المغيث وانا وانا عالم عم يا شويت ولنا مخفات وخافيه انا هو الجواد استار والرحيم الغفار سيدي وهو العزيز القهار دائم الملكية وصلي بالصلوات على شافع الأموال الكريم سيد السادات خاتم الأنبياء وانا نصلي طول الدوام على مزعفر القدام حبيبي شافع الامم خاتم الانبياء ويا كل حب ربي من عباده وانا ونعمل له التقوى زادو بصبري ودول عمل على اليوم بعد الصلاة على الفضيل سمعوا ما جرى للخليل في نحر ابن اسماعيل اللي شاف رؤياهم والخليل الخليل خليل عشم نامو وملكك في قدامو ما ربي بلغ سلامو لنت عرف الأضحية والملك قالوا يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم أمرك الرب الكريم تفتي لي حكمي العظيم بذبح إسماعيل هدية مولانا مولانا ومولانا بغاك تنحرم بالمعزات ندبي روحهم وأوقات أجر الله يسامحه وأخا وليدي عزيز عليا صلى الله عليه وسلم قالوا يا فاني قالوا يا فاني يا فاني أمرني الله الوحداني وما سخيت فيك نور عيالي لكن ربي حكم عليا تعال يا بالي العزيز يلي عزلي من فضة والويز وليدي 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 مولانا العزيز وابغك هدية وقالوا يا أبادي يا اعمل فيا شويتي يا صادق الرؤيا اللي شفتي ولا تريك مرضية وقالوا يا أبادي أنا طايع ليك وما العصاش بين يديك الحرني المولى أمر ليك لا توقع لنا معصية قالوا يا أبتي غمض لي العينين ولا ولا اكتب لي اليدين الكريم راح على حديد متين لا نشال ونضربك بيدي واسمعوا يا الفضال من اللي زوني دون شمال وارادي بحكم الجلال لا غادي بولد اضحية الخليل 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 صلوا عليه غمض الوليد وعيني كتب له يا ذا العمل على اللي وشد وليد وبغي الحرام الشيطان قرب عنده وسوس له فيك بدون ما بيفعل شيطانية وقال له باللسان قال له باللسان
أنا ملك ماشي شيطان عرفوا ورجم القرانة بحجرة قوية والعلوة ولادو اثنين عددو 49 أبقى سنة للمسلمين الناس اللي حجوا بالنية واشتا تقهر بالأعلام خلي العادة اليوم قال يا مولانا قال يا مولانا وما بقاش يحكم لي وقال يا ربي أنا زيد نبدي أمرك يا باش كنت عليا نطيعك وأنا وأنا ما قدرش نخلفك السكين بين يدي الشيطان تقهر بالعلال خلي العادة تهنى قال يا مولانا يا مولانا ما بقاش يحكم لي ربي انا جيت نفدي امرك يا باش تمتي عليا الطير مابقاش ليا مخالفك راسك بيدي Oh,